استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط وفدا عن مجلس المستشارين بجمهورية اندونيسيا برئاسة السيد زينوت توهيت سعدي. وخلال هذا اللقاء ابرز السيد بن شماش عمق ومتانة علاقات الاخوة والتعاون المثمرة التي تجمع بين البلدين والشعبين والمبنية على قيم التضامن الفاعل والتآزر القوي والاحترام والتقدير المتبادلين. بلورنا واحد النوع من خارطة الطريق بخصوص ما هي المبادرات والبرامج التي يتعين على مجلس المستشارين الأندونيسي ومجلس المستشارين المغربي أن يشتغل عليها في القادم من في الفترة القادمة. واستحضرنا مع الوفد أن هناك الكثير من الروابط ومن القواسم المشتركة بين البلدين، فبالإضافة إلى أن علاقات بين بلدينا عندها جذور تمتد عميقا في التاريخ، بالإضافة إلى علاقات الاحترام والود التي تجمع بين قيادتي بلدينا، وبالإضافة كذلك إلى الانتماء لنفس الفضاء الحضاري المشترك. ومن جانبه عبر رئيس وفد مجلس المستشارين بجمهورية اندونيسيا عن اعتزازه بهذه الزيارة معبرا عن امله في ان تعطي الاخيرة دفعة جديدة لمستوى علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين المستمدة اسسها من عمق التاريخ وصلب الضوابط الحضارية والانسانية المشتركة. الهدف من زيارتنا للمغرب أولا هو تقوية العلاقات بين البلدين وبالخصوص بين البرلمانين المغربي والأندونيسي. في السابق كان هناك تبادل للزيارات بين مسؤولي الحكومتين، أما اليوم فقد همت المباحثات عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة على المستوى الاجتماعي، ومن بينها محاربة الإقصاء والفقر وموضوع التنمية المستدامة. هذا ودعا المسؤول الأندونيسي إلى مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والأمني والثقافي والتعليمي إلى مستوى متقدم، مبرزا في هذا الإطار أهمية خلق حوار برلماني إندونيسي مغربي نظرا لأهمية البعد البرلماني في تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين، لا سيما وأنهما يتمتعان باستقرار سياسي ويتوفران على إمكانيات اقتصادية تؤهلهما لبناء علاقة شراكة واعدة في المستقبل.